مقاتلة الجيل السادس التركية والقاذفة الاستراتيجية العنقاء ثلاثة تستعد لإطلاق الصواريخ من محطة الأسلحة السرية الداخلية. أدلى المدير العام لشركة تاي التركية محمد ديميروغلو بتصريحات خاصة لنا، وذكر ديميروغلو أن أنكا ثلاثة التي أطلقت مؤخرا ذخيرة روكيتسان تيبر من محطة الأسلحة الموجودة أسفل الجناح تستعد أيضا لإطلاق الذخيرة من نموذجها الأولي الثاني باستخدام محطة الأسلحة الداخلية. وفي البيان الذي أدلى به ديمير أوغلو، أكملت أنكا ثلاثة بنجاح إطلاقها الأول الشهر الماضي، ويستمر تكامل الذخيرة الثاني لدينا. وقال إنه في الوقت نفسه يخططون لإطلاق النار من غرفة الذخيرة الداخلية في نموذجنا الأولي الثاني، وأردف قائلا لذلك سوف نحافظ على التخفي المتأصل في تصميم المقاتلة العنقاء ثلاثة، وفي المستقبل ستصبح أنكا ثلاثة طائرة غير مرئية مع طلائها وأنشطتها الأخرى. وأشار إلى أنهم يهدفون إلى استكمال جميع هذه الأنشطة بحلول نهاية هذا العام، مؤكدا أن التطورات سوف تستمر وأنهم يعملون بشكل وثيق مع القوات الجوية. وتابع قائلا، أستطيع أن أقول أن هناك اهتماما جديا من بلدان أخرى أيضا، وظهرت هذه القضية خلال زيارتهم الأولى نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الدول الخليج والدول الآسيوية الأخرى مهتمة جدا بالمقاتلة والقاذفة الاستراتيجية التركية أنكا ثلاثة.